الدولة اللي زي مصر اللي فيها 100 مليون عشان تقدر تعمل انفاق حقيقي مناسب لعدد سكانها لا يمكن تكون موازنتها اقل من 18 تريليون جنيه. عشان حد يقول لك انا هعمل لك تعليم كويس، عشان حد يقول لك انا هعمل لك علاج كويس. في افكار بنعملها وعاملين، هو لو احنا عندنا الفرصه دي كنا هنخلي برنامج التامين الصحي الجديد المشروع ياخد 15 سنه، كنا هنعمله كده؟ لا، احنا عاملينه 15 سنه عشان يتناسب مع الدخول، وعملنا كمان مطالب فرضناها على اصحاب الدخول المختلفه عشان يبقى في موارد تغطي هذا الموضوع. لكن لو في دخل لينا 18 تريليون جنيه موازنه ما كناش هنعمل كده. الكلام ده ينطبق على كل القطاعات الخدميه اللي الناس بتشوفها، اللي الناس بتتقدم ليها. انا بس بقول لكم الكلام ده كبدايه لينا في الكلام عشان نبقى عارفين احنا رايحين فين. عشان كده كان لابد ان احنا ناخد اجراء في مسار الاصلاح الاقتصادي لبلدنا عشان نقف على يعني الارضيه الحقيقيه لبدء بناء دوله قويه من منظور اقتصادي.